يا سلام، شو هالسكن الجميل! والله السكنات حلوه بهذا الفاير باس الجديد. اوه، والرقصه الجديده! اوه، بلوز بلوز بلوز، حلو! يا سلام يا جماعه، شو والله صرنا زمان ما شفنا هيك سكنات حلوه ورقصات حلوه وفاير باس جميل، وحتى فيه في 40 هون. والله شي بلوز وسكينه امبليه. سيارة وما سيارة، نايس، حلو، عجبني. هلا والله بالطيبين، كيفكم؟ شرف غير ان شاء الله، كل شيء تمام. اليوم جيناكم مقطع جي تي اي طيبين، اليوم جيناكم مقطع شاب. اليوم راح نحاول نحرق هذا الفاير باس الجديد ونجربه ان شاء الله. بس ولكن قبل كل شيء حبايبي، الله يسعد اياكم، اكتبوا صلاة على النبي، ما تنسونا بزر اللايك. وطلب منكم حبايبي اللي مش مشترك بالقناة الجديدة شاب، روح اشترك بيها حبايبنا، الله يسعد اياكم. وخلينا ندخل على السريع يا شباب الوضع فلوس. اوكي، طبعا شاب صار لي زمان ما لي حلقة لحداث من اول ما نزلت يا شباب، اليوم عليه راح نعرقه من اول ما نزل. اوكي تمام، بسم الله. اول شيء ندخل على مهمة التصريح. اوكي، وين كانت معلم هذا؟ شو اسمه؟ وين هذا؟ هذا هو يا معلم. بس اليوم يا شباب راح اجرب شغله، راح ادخل على المتجر عجب، هل يا ترى راح اقدر اجيب هذا الـ شو اسمه الـ وين هذاك الجميع؟ او يمكن ما نزل الصندوق هذاك. لا والله شكله ما انا ما نزل الساعه، لانه معلم بما انه الساعه ما تحدث اليوم، لهيك يا شباب خلينا ندخل معلم على السريع، نعمل له فتح، نجيب ام 800. وانا بعرف اصلا شباب راح حتى لو اجيب الصناديق ما راح يطلع لي اصلا يعني الفاير باس نفسه برا. اوكي، وهي فتح عندنا الفاير باس. يا سلام عليك، ايش هاد برايم ولا مفتوح ولا تو 20 مرة حبيبي؟ والله اوكي نايس. وعنا هون اول شيء السكن اللي حصلت عليه يا شباب، والله شيء صراحة حلو، ما يشبه شيء جميل. اوكي، خلينا نشوف الجوائز موجودة هون معلم على اليسار. تمام، هون عنا هذا الام بي 40، خلينا نشوف كمان سمات الام بي 40 معلم شو وضعه. والله ماشي مشي حلو، متواضع جميل. معلم صبر، ظبط الكاميرا معلم. ايوه، عندنا فيه 2 دقة و1 سرعة بلوز. خلينا نكمل معلم الجواز متواجدة عندنا هون. عندنا هي السكينة، الخنجر بلوز. اوكي، شو في عندنا هون كمان؟ عندنا القنبلة اللي شفناها من شوي كمان. والله تمام. اوه، حذاء. اوه، هذا الحذاء عجب معلم، راح نعطيه قلب. عجبني الحذاء معلم، هالحذاء حلو. خلينا نكمل معلم نكتشف مع بعضنا. وشفت لكم الرقصه يا شباب، شو هي؟ صندوق الغنائم. يا سلام يا سلام. رقصه شباب، الرقصه، ركزوا لي على الرقصه يا جماعه، حركاتك يا جميل. واخيرا شاب نزلت رقصه معلم شي فاير باس يا شباب، صرنا زمان ما اننا شايفين فاير باس نازل مع الرقصه. حلو، اللي بعده الان، اللي بعده معلم السكين. حلو، نعمل له قلب كمان للسكين شباب، وخلينا نعمل حصول على الكل. اوكي، شو حصل عليك معلم؟ شو عملت انا؟ انا ما فهمت شو عملت. اوكي، عملت شيء. شفت بس شفت الزلاجة كمان، راح نشوف الثلاجة كمان. ليفل الان 51، راح نعطي الليفل، نرفع الليفل تبعنا، نعمل له حصول. وبمناسبة شباب، ان شاء الله راح نرجع نفتح بس مباشر. تقربوا شباب، تقربوا. تقربوا شلون؟ انتظروا معلم، تقربوا وين تقربوا حبيبي؟ والله شو عم يصير معي؟ تقربوا شو يا زلمة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي، خلينا نركز على، كنت راح اقول استقربوا ولا شو قد الكلمة يا شباب؟ معلم اللي فاهم علي بليز اكتبي بتعليقات الكلمة اللي كنت عم اقولها، اللي حابب كنت اقولها يا زلمة. المهم شباب، جبنا السكنات، خلينا ندخل معلم كالعادة. بتعرفوا شباب بحب دائما اجرب اول شيء سكنات البنات. اوكي، نشوف شو وضعه. اوكي، وين هي؟ تمام بشريك، وين سكن البنات؟ اوه، ركزوا على الافاتار. اوه، الافاتار مو باين عندنا، هذا الافاتار موجود فوقي شباب، شايفين؟ والله ما يشبه شيء، باللوز كمان حلو، بس مع ما فيه افكت، بالعاده كان يعملوا له افكت. وين سكن البنت؟ خلينا نعمل كمان سكن البنت يا شباب، نشوف شو وضع السكن البنت. اوه، شوف معلم الافكت الموجودة داخل الوجه، مو مبين وجه ابدا يا جماعه، شايفين معي كيف؟ حلو. اوه، تسكر. اوه، تسكر الوجه، شوفوا الافكت هون كمان. نايس. خلينا نشوف كمان الاشياء اللي شفناها معلم بهذا الوضع. الرقصه يا شباب، الرقصه وين راح نحطها هون. وعندنا هون الحقيبه كمان، الحقيبه لها ليفل 1 فقط. اوكي، عندنا هون اللوت بوكس تمام، وعندنا هون الدلاجه. اوكي، في دلاجتين، في دلاجتين.
والله كمان حلوة شي مرتب. وعنا هالسيارة وملفات الشخصية مثل ما انتو شايفين. اين انت ملفات شخصية؟ عنا هاي واحد هون وكذا حيكون في شي واحد تاني هون. هاي فيه كمان نايس. اكيد يمكن بالعادة بيحطوا واحد تاني. يلا لنشوف السكيل بيلت معلم كيف شكله بالجيم. وهذا هو السكين البيت. شوف معلم بتغمض عينه معلم. شوف 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 بصورة شوف تأكد هون. شوف راح رقز معي كيف. أيوة الإفكت. أيوة أو تغمض. يا سلام حبيب والله. عنا هون كمان رقصة. هاي رقصة نشوف الرقصة معلم. قنبلة تنشعل وتنفجر. يا سلام يا سلام. اوكي يا طيبي بعد ما جربنا وشفنا السكين من داخل اللعبة الان معلم متحمس لادخل اشوف السكين الشاب. وين السكين الشاب؟ طبعا انا يمكن ما بعرف يمكن فتحته ولا ما فتحته. اه لا طبعا هون ايه فتحته. يب فتحته. حلو 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 حلو. هذا هو السكين الشاب. عندنا هون الحذاء. خلينا نشوف معلم واحد واحد. نفس الشيء تقريبا راح يكون اكيد اللي راح يكون له الافكت. راح يتغمض العيون ولا ما يغمض عيونه صاحبنا معلم؟ غمض. ها حلو. الجسم اوه هاي شنو عم بتطلع معلم هون؟ افكت عم يزيد الاحتراق. تمام عنا هون الحذاء كمان. نايس الحذاء شايفه شوي كبير صراحة. انا عجبني هذا الحذاء اكتر يا شباب. هذا شايف الحذاء معلم اللي بقله اكتر للسكين. وشو رايكم؟ انا بالنسبة لهذا يعني هالحذاء شفته انه لبق اكتر للسكين. اوكي بما انه معلم انا ناوي ارجع للعبة قريبا ونرجع للمسوس مباشرة هيك بشكل مرتب راح ادخل يا شباب ونشوف الوضع معلم في الجيم. راح معلم راح اخذ UMP ولا اصبر شوي ناخذ نلعب لعبة هذا الام بي 40. نلعب جرب هذا الام بي 40 يلا ونلعبنا ناخذ الام بي 40. جرب الام بي 40 معلم كيف شكله بالجيم. يلا بسم الله شوف لعب ليك معلم كيف صاير معلم بالتدريب. هلو طيبين سوي شوف 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 نعمل رقصة اللوز. بام بوم انفجر حبيبي والله. هلا طيبين شلونكم شو اخباركم وينكم معلم؟ اوب بربرني اوب اوب على البربره معلم. بربرني اول ما غدرت معلم اثنين ضربوني. هو بالكم الشباب بدنا نجرب ال 40 برو. هلو وينك يا جميل؟ وين هذا؟ طب وين هذا ولا شو؟ هذا وين؟ وين ال 40؟ شنو؟ لا شفت الام بي 40؟ لا 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 معلم لا لا الام بي 40 معلم ثواني شباب ايش فيك؟ ثواني علق هذا اللعبه معي. الام بي 40 يا شباب وين كيف الاحمر؟ واه حلو والله شيء والله عجبني الام بي 40 هذا. عندي شيء باللوز رايكم؟ وات؟ انت شباب فورتي معدل عليه ولا شلون؟ ضرب البعيد ستات سوي شوي سوي شوي ماشي بوشي ماشي بوشي يا شباب. انتو شو رايكم؟ انتو شو شايفين يا جماعة؟ سوي نتقرب شوي من الحاول. اوووو والله شو حلو ملوش. طبعا هون يا شباب الام في 40 عطينا الدقه 2 سرعه الحركه قليله وسرعه التحميل الدقه تبعيته مشان هيك كان عم يعطينا هيد شوت باللوز. سو اعزائي الكرام الله يسعد ليكم. الام في 40 الصراحه ماشي مشي كان يعني دقيق وحلو مشي تمام تمام حبايبنا. هيك بكون انتهى مقطع اليوم ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع. طبعا مقطع شباب بالتقصير شوي متاخر منزل نزلت لكم اياه بس معلم الصراحه استاهل المقطع اللي نزلته لكم بهذا الوقت المتاخر. ويا سلام شكرا على خير. نتمنى لكم يوم سعيد. لا تنسوا بزر لايكات والاشتراك والمش مشترك. تشاو.